انتي معانا هنا شويه. ايوه يا غدي. اوكي هذه البصلايه ما بتتشوح، بنزل عليها بثلاث او اربع فصوص ثوم متقطعين حتت نونو، حتت صغيره من الثوم جارليك. هير وي جو. على البصلايه حطينا التوميه، مش توميه يعني اربع توماميات. توماميات نو واتس توماميات نو فور جارليك اربع ثوم. تشويحه بسيطه ما تحرقيهوش يا اختي. ماشي يا اختي؟ ماشي يا اختي. Today انا عملت لكم حاجات كتيره قوي، وانا الاول نعمل روحانياتي حاجه اكلها قبل ما انام. الله، وكله ضرب 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 كده زهقت، كله وصفيات وصفيات وصفيات. في ايه يا امي؟ في ايه؟ بنام هنديها حته الزبده. مش خطر مش خطر مش خطر، الزبدة مش خطر، الزبدة حلوة مش وحشة. حتة زبدة تبت، حتة زبدة تدي طعم، حتة نونو على ظهر السكينة يعني. يا أنا بستعمل زبدة لور باك من ساعة ما طلعت على الميديا وأنا بمسكها في إيدي من الأول يعني. يا بعد لما زبدنا حتة الزبدة أهي الزبدة تحت مع بصلاي. أيوة ولا زمان. كده ساحت تماما، شدت بعضياتها مع التوم، الريحة تحفة تجنن. هنزل عليها بالتشيري توماتو، الطماطم البيبي تشيري دي متقطعة حتت نصين، يعني كل طماطماية مقسومة نصين كده على التومة عشان اخد ريحة التومة جوه التوميتو. وعلى بال ما التومية تشرب من الطماطماية هقول لكم الخطوة اللي جاية. انا بسلق دلوقتي شوية ذرة قوالح قوالح، بس قوالح قد كده. الانجليز يا ام الانجليز، الانجليز بقى انتوا عارفين بيقسموا ولاحة الذرة الكبيرة او كوز الذرة الكبيرة بيقسموه نصين وربعين وحاجات كده عشان يبقى لنا بالربع. يا يا كده لازلنا من يومي. ايوه ايوه يا جليل، ازيك يا جليل؟ اشتقنا احنا كمان والله، مشتاقين والله مشتاقين. وحشتيني يا ابي. سهير، انت سهير اللي بتحطه في شعرها جلد؟ انت سهير. استنى لما اقلب الطماطم يا سهير. انا بحب اعمل اكلاتي بالليل. ليه؟ عشان ما بفضاش منك يا اختي بالنهار يا اختي. يس، طول النهار عمال احط حاجات على بعضيات ووصفيات وحاجات، انما بالليل بلاقي روحي هفتانه عند جعانه. وبعدين البتاع اللي انا بشربها دي بتشبعني جدا، بس ممكن اكل نص الكميه. يعني ايه؟ يعني انا لما ببلع الكوبايه اللي فيها العصير مع بذور الشيا دي، المشروب الساخن الجميل اللي عملته لكم من شويه ده بيحسسني بالشبع. اوكي، بس انا مش هاخد تاني عشان انا خدت مرتين توداي، خدت الصبح انا خدت معاكم وانا واقفه اصلي، فكده انا اقع من طولي، لازم اكل حاجه عدله بقى. ايوه انت بتدلعي يا اختي. ايوه يا شيخ الغفر، من حقك من الدلع. يس بيبي يس. انت شاربه ايه؟ شاربه من كعادي يا امي، شاربه وصفيات طول النهار متكرعه. يس متكرعه يا امي وصفيات والله يا شيخ الغفر. بتبيع حلبة محوجة. دكان لنجارة مزعجة بتبيع حلبة محوجة، وانا راح اتعصى زيها
بعضياتها. استني ما اوريهالك يا اختي. يا راي شايفه يا اختي التوميتو مع البصلايه والتوميه، حتى الزبده نونو مع شويه زيت ذره في الطاسه، بس ما فيش حاجه ثانيه. يا ناو هات ناو ناو لينا بقى. لا ما اش حان انا وناولك، مش حان انا وناولك. ناو انا عندي دجاجه يتيمه غسلتها وحملتها وقصقصتها ونظفتها وحطيتها على منديل عشان اخلص من اي ميه فيها. يا يا هانزل فرشت فوق البصلايه بالدجاج الابيض كده اهو، كده كده كل الدجاج، كل الدجاج. هاي الدجاجه مش كبيره يعني، عندنا الدجاج ربنا شفطه وما اعرفش ايه اللي حصل له. ورك بص الورك هبل بتغنم ازاي، مش مشكله. هي ممكن بين الشمرت وبين اللي مش شمرت. يا يا بنت اللذينة. خلاص كده نشيل بقى الورقة ونحط الطبق ده ينغسل. ايه اه اغسل ايديتي عشان السامونيلا. يعني ايه؟ يعني في امراض بتيجي من الدجاج، لو في ايدك او في طبق لازم تغسلين كويسة جدا منها. alright. انا طالعة اصدع الناس، اللي مش عاجبه يروح يتفرج على اي حلا مروحة تانية. يمكن يطق في راسي اعمل شعري ناو. اصله وسخ لازم يتعمل له ماسك. ما تقوليش لحد حاجة، احنا بنحضر العشاء. ربنا يعدي الولاد على خير. ياه ادي الدجاجة بسم الله ما شاء الله اهي قدامكم. هنبتدي ونديها التكات والحركات بعد اول تشويحة، يعني تشد روحانياتها ونقلبها تاني ناحية تانية. بس كنت هفتح على التيكتك بس قلت انتوا اولى، اصلكم وحشتوني. انا بفتح على التيكتك من زمان بس النهاردة حاسة ان انا انتوا وحشتوني. ايوه وممكن نخلي التيك توك معانا برضو كله مع بعض، ونخلي اليوتيوب، اليوتيوب كمان نحط ثلاث اجهزة. ليه يعني؟ احنا عندنا حرمان الحمد لله. كل الفيديوهات اللي انتوا شفتوها معايا على الفيس النهاردة نزلت على اليوتيوب، اتقسمت عشان اصلا الفيديو كان طويل طبعا اوف كورس، واليوتيوب ما بيحبوش عشان يا حرام الباقات بتاعتهم تخلص من الفيديو الطويل. سو انا قصت لهم المختصر المفيد، لكن للاسف عندك انت يا اختياري هنا على الفيس يا اختياري. مين هم؟ همسه في عين الحسود. هتشتغليش يا جليل؟ ما تشتغليش يا جليل. حسود ايه وحقود ايه؟ كان لنجارة مزعجة بتبيع حلبة محوجة، وانا لا اعرف انافق زيهم ولا اعرف اكدب زيهم. اعملي الخلطة اللي البنتي شعر لمعة وطرية، اللي بتدي الشعر لمعة وطرية، لمعة وطرية. هاي احنا جاهزين يا ريس ولا تزعلين؟ ممكن نعملونها يا اختي ريا ولا تزعلين؟ عايزة ايه تاني؟ احمد انا عارفة انك ست يا احمد، اشكرك يا احمد على الشير الهايل. انا شفت بعيني النهاردة اول ما صحيت الصبح. تسلم ايديكم. انا مش هقول اسمك انتي طبعا، انا عارفة انت مين. وكتر الف خيرك. انت من المتابعات القدام جدا على ابي لندن وكر التانية. ايوه هي كده شدت روحانياتها خلاص. اوكي اول حاجة بحب اديها للدجاجة العسل الابيض قبل الملح والفلفل واي حاجة. تخيلوا عسل ابيض او بعض، بحب اديهولها في التكه الاولانيه. يعني
اخد لسعة الكراميلينج شوية في الجلدة بتاعتها كده. هي كده بقى. انت عايز تحطي ملح؟ حطي. انا بحط عسل. عارفه ايه؟ عسل ابيض ملعقة كبيرة فوق الفراخ بتاعتي. نيجي قدامكم عشان نوريكم. اهي ادي الدجاج بالتشيري توماتو والبصل والجارليك، وبنزل عليها في في الثانية دي بمع عليكي وعلى ام الشر كل. ايوه معلقة عسل ابيض فوق الدجاج. ليه يا ابي؟ عشان اخد الكراميلينج اللي هو بيدي سويت اند ساور مع الفريخ. مش سويت، لا مش سويت، سويت سويت sweet and sour. Oh my god. نجارة مزعجة بتبيع حلبة محوجة، حتى الطاسة اتقلبت سبحان الله. كان لنجارة مزعجة بتبيع حلبة محوجة، وانا لا اعرف هتقصع زيهم. فعلا العسل بيدي طعم خطير. ايوه ايوه مش بس في الطعم، كمان بيدي الدجاجة تغليفة رهيبة رهيبة، والله رهيبة بجد. بيعمل لها حالة تغليف مش محروقة، بتبقى واخدة اللسعة بتاعت الكراميلينج يا من العسل حوالين الدجاج، وبعدين في الاخر بيتجانس بيتجانس الطعم مع باقي المكونات في الاضافة اللي جاية يا. والتكة اللي جاية هي الفلفل الابيض او الفلفل الاسود ناو فوق الدجاج. فلفل اسود او فلفل ابيض، انا بحب احط فلفل ابيض، فلفل ابيض عليها. ونقول لحبايبي الجميله اللي عارفين ابي بتعمل ايه دايما باستمرار باستمرار، بتحط حاجه مميزه فوق الدجاج. اهو الدجاج عليه الحاجات اللي انتم شفتوها، احط عليها من 5 سنين الفيديو موجود عندي بالبيجامة هنا بشرح لواحدة انجليزية ازاي تعملها. الهول جرين ماسترد مع العسل بتدي طعم تحفة. دي ما بتتقطعش من بيتي، بتنفع في التشيكن في اللام شوبس، بتنفع في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. هول جرين ماسترد بتتباع عندكم في مصر، انا شفتها في كارفور وفي حتت كتير. الهول جرين ماسترد لما بتدخل في تكوين العسل بتدي طعم تحفة 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 تحفة. اهي خلصت، ارميها في الزبالة. وعندنا في غيرها من الشوبينج بتاعنا الحمد لله قبل ما نبتدي نقول يا هادي في البلد دي. الهول جرين ماسترد لما بتحطيها مع الدجاج بتبتدي تندمج مع العسل الابيض. الفكرة النهاردة يا جماعة مش في الأكلة، الفكرة في المكونات اللي بتحطيها مع الأكلة. يعني إيه؟ يعني الشيف جورج لما علمني زمان الفرنساوي يا اللي كان ماسك مطاعم أبو عيالي، كان ماسك مطاعم أبو عيالي، كان بيقولي إن الأكل يا أبي إضافات. الأكل إضافات. يعني إيه؟ يعني ممكن انت يكون لك طريقة مختلفة. اهي بصوا الشكل والريحة ما اقولكوش، هتخلي الجيران يتجننوا دلوقتي. البيبي تشيكن دابت جوه، عمل الطعم حلو قوي معسل مع العسل مع المستردة الخردل، يعني مع حتة الزبدة والبصل والثوم و يرحمكم الله يا مصرية. هو ده الفلفل الأسود. وبعدين هتحتاجي دب
دبس الرمان. نصيحة صريحة مريحة من أبي، خذيها. اثنين دبس الرمان، هتحطي دبس الرمان فوق الدجاج. حواليكي شكله ايه دلوقتي؟ حلو. ما حطيناش ملح لسه. وصل. ادي دبس الرمان فوق الدجاج مع الخردل او المستردة ومعلقة العسل الاسود او العسل الابيض. لا بلاش اسود، عسل الابيض. يعني دبس الرمان بيغنيكي عن العسل الاسود. وعليها شوية صغيرة من الصويا صوص. الصويا صوص حلوة وبتحدق لوحدها من غير ملح. الصويا صوص مع الدجاجة دي كده تمام. هناخد بقى عليها الحبة الحلوة بتاعتنا بقى، الحبشتكات الحلوة بتاعتنا بقى، حبة جوزة الطيب يا فوق الدجاج عشان تدي بقى ايه الريحة والطعم المتقن بتاع المصريين يا. وعليها كمان مش كتير لان احنا حطينا صويا صوص. عشان نعمل المعادلة مع العسل هناخد pinch of salt، يعني مش كتير كده، بس كده كده وخلاص اديناها مكوناتها. تمام. هنستنى ثواني لحد لما المكونات دي تبتدي تتغير اللون بتاعها شوية. يعني ايه يا ابي؟ يعني كله يندمج ويبوظ في بعضياته بقى. البصل بقى يبوظ في التومة ويبوظ في الدجاجة. قليل الأدب في الدجاجة ده يا وخلاص بقى كده تحسي ان هو ايه الصوص بتاعها صراحة لا يعلى عليه. يعني الصوص كده انا لسه ما خلصتش وعايزة الهطها. بصوا الصوص بتاعها شكله ايه. بصوا بص بص الحركة دي. بص 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 شوف ريحته حلوة بصراحة، ريحته حلوة. ناو يوه بطلت نونوالنا. هنشيل الحاجة بقى مكانها عشان ما نوسخش الدنيا يا اختي وراي. نحط ازايزنا وحاجاتنا مكانها ونشيل البرر والزبدة ونجيب المشروز. المشروز احنا هنا بنشتريه على قدنا يعني فريش. انا يعني مسحته بفوطة كده ناشفة عشان ما يكونش فيه اي اثر لاي حاجة، وقطعته طرنشات مش صغيرة قوي عشان يبان جوه الدجاج. وهنزل بيه المشروم فوق الخلطة دي على الوش هنا كده. ليه؟ عشان يستوي بالبخار لما اغطيه. يا تمام خلاص احنا كده خلصنا. وهنزل بقى بالمشروم كده بالاركان في الحتت الفاضيه اعبيها مشرومز واسيبها بقى مع روحانياتها كده بحبه نونو صغنونو من الميه علشان الدجاجه تستوي على الهادي. اورايت ادي حبه ميه نونو كذا 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 ونغطيها ونسيبها مع روحانياتها في كوكينج هنا ونشوف اخبار الدورة بتاعي هنا ايه. لسه شوية عليه الدورة السويت، الدورة الحلوة بتاخد وقت شوية على النار. ومن شوية سلقت شوية بروكلي، سلقت حبة بروكلي عشان يبقى عندي ألواني حلوة في الطبق. يعني الدجاجة مع الأخضر من البروكلي مع الدورة
مع ممكن وحدتين توست مثلا بني كده، يبقى العشاء بتاعي سهل جدا.